إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر. كتواجدوا أمام مركب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء. بداية الاستعدادات الأمنية اللي كتسبق أي مقابلة، وحنا كنتكلموا على مقابلة الكلاسيكو، ولو أن هذه المقابلة غادي تلعب بدون حضور جماهير فريق الجيش الملكي، فقط فريق الرجاء البيضاوي اللي غادي يكون حاضر بالجماهير ديالو، وهذا قرار صائب تفاديا للشغب، تفاديا للمشاكل اللي كتكون في مثل هذه المقابلات القوية. فكما يعلم الجميع فالعديد من المقابلات تجرى بدون جماهير، وكذلك العديد من المقابلات تجرى بجماهير محلية. التنقل أصبح ممنوع، وهذا أحسن قرار كيف قلت تجنبا للمشاكل. وانتم كتعرفوا ما وقع في مدينة تطوان في مقابلة فريق الوداد وفريق تطوان، وكذلك فريق الرجاء البيضاوي في إحدى المقابلات الجماهير ديالو، فهادشي أحسن حاجة. وكذلك المقابلة ديال فاس وفريق الجيش الملكي، والشغب اللي وقع، الاعتقالات اللي وقعوا والاعتداءات اللي وقعوا على الساكنة وكذلك على الجماهير. فاليوم مقابلة فريق الرجاء والجيش، مقابلة الكلاسيكو المغربي في مركب العربي الزاولة الساعة 8 مساء. هذو الكواليس غنقربكم منها. الحضور ديال رجال الأمن الآن، السدادات الأمنية بدات تنطلق. هناك كذلك تواجد ديال رجال القوات المساعدة، مازال غادي يكونوا تعزيزات أمنية لأن مازال الوقت باكر. فنتكلموا فقط على هذه المقابلة، ونتكلموا على الترتيب ديال الدوري المحلي وديال هاد الفريقين، فريق الجيش الملكي وفريق الرجاء البيضاوي. من بعد ما تعاقدوا مع مدربين أجنبيين تم فسخ العقد معهما، وكذلك بسبب سوء النتائج تم تعاقد مع مدربين آخرين كذلك أجنبيين. مدرب اللي سبق له درب فريق حسنيس أكادير، أو عفوا الجيش الدفاع الحسني الجديدي، والان كيتعاقد مع فريق الجيش الملكي. سابينتوف مدرب فريق الرجاء البيضاوي في اولى المقابلات تعثر، عكس مدرب فريق الجيش الملكي اللي فاز في اولى المقابلات. صحيح بان الترتيب ديال الدوري المغربي جد متقارب، ففريق الرجاء البيضاوي ولو انه انهزم في ثلاث مقابلات وفاز في ثلاث مقابلات، كتفصل بينه وبين الرتبه الاولى فقط ثلاث نقاط، لأن جميع الفروق الأخرى تعثرت في باقي أو في المقابلات السابقة. فريق الجيش الملكي ماشي في نفس المستوى ديال الموسم الماضي، فريق الرجاء البيضاوي كذلك اللي ما انهزمش ولا مقابلة الموسم الماضي لا على مستوى البطولة ولا على مستوى كأس العرش. فريق الوداد البيضاوي كذلك مع المدرب الجنوب أفريقي مازال ما شاهدنا ولا شيء، ولو انهم تعاقدوا مع مجموعه من اللاعبين تم تغيير جلد الفريق بنسبه 98%. اللاعب اللي بقى هو حركاس والحارس مطيع. ف الفرق اللي كتنافس على لقب البطوله باكملها ليست على ما يرام، هادشي اللي كيخلي واحد الاريحيه عند باقي الجماهير المغربيه، لان مازال الوقت مازال دورات اللي يقدروا انهم يداركوا الموقف. فريق الرجاء البيضاوي اليوم ملزم بالفوز على فريق الجيش الملكي من اجل الثقه للمدرب الجديد وكذلك اللاعبين وللمكتب المسير. فريق الجيش الملكي فاز في المقابله السابقه على الفتح الرباطي بهدف لصفر. اليوم مقابلة غادي تكون قوية. فريق الجيش الملكي محروم من لاعب من عميد الفريق حركات اللي ربما أصيب يوم أمس، اليوم تأكد بأنه غائب عن المقابلة. من يتساءل توقيت ديال المقابله، فالمقابله ستجرى الساعه 8 مساء كيف قلت بدون حضور جماهير فريق الجيش الملكي. فريق الرجاء البيضاوي
الملعب غادي يكون باكمله خاص بالجماهير الرجويه. كنتمنوا من هذه المقابله تكون مقابله في المستوى وما يكونوش فيها اخطاء تحكيميه. العيب على الحكام المغاربه هو انهم ما كيستافدوش من المقابلات الاوروبيه، ما كياخذوش واحد الموديل اللي هو ناجح. الحكام المغاربه تقريبا كيصفروا واحد 100 مره في المقابله. إذا قارنا بالحكام ديال الدوريات الأوروبية فقليل في كتسمع الحكام كيصفر من غير إلا كان واحد خطأ يستاهل. للأسف هذا هو التحكيم المغربي. كنا كنتمناو أنه يكون حكم أجنبي يسهر على المديرية التحكيم المغربية، لأن تكون عنده تجربة وهادشي اللي قاموا به فرق الدوريات الخليجية لا السعودية لا القطرية لا الإماراتية. يتعاقدوا مع أجانب باش يحسنوا من مستوى التحكيم ديالهم وكذلك التدريب ديالهم واللاعبين ديالهم. ما فيها باس كذلك حتى حنا نعتمدوا على بعض الحكام الأجانب اللي عندهم اسم يفيدوا الحكام المغاربة، ياخذوا تجربة من عندهم أو يكونوا واحد الدورات تكوينية في دوريات أوروبية. فهذا ما كان قرب لكم فقط يعني غير من الصوره، بدء الاستعدادات الامنيه اللي كتسبق مقابله الكلاسيكو المغربي ما بين فريق الرجاء وفريق الجيش الملكي. فقط معلومه وغادي نختموا هذا المباشر بان فريق الرجاء البيضاوي في المقابلات المباشره ضد فريق الجيش الملكي فله الاسبقيه وله الغلبه، لان اغلب المقابلات اللي جرى فريق الرجاء البيضاوي فاز فيها ضد فريق الجيش الملكي. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.